نسيم الصباح في فلسطين برائحة الشهادة، فما زالت عائلة الشهيد روبن فارس من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة في هول الصدمة بعد انطلاقه للعمل في تمام الساعة 6 صباحا. تلقت العائلة خبر استشهاده برصاصة في القلب، تاركا وراءه زوجة وأربعة أطفال، أصغرهم فارس ابن 4 سنوات وأكبرهما الطفلة أنوار 12 عاما. سعيد والله مش متحملة من مرة، قال لي خلود ما تطلعيش الأولاد على المدرسة، في يهود في المخيم. حكيت له طب روح، قال لي خلاص الكاتبة الله بده يصير. قلت له روح مشاني روح، قال لي خلاص الكاتبة الله بده يصير، ما في شيء شيء، أنا راح مش راح أطول، بدي أروح أتغدى أنا وياك. بكيت قاعد أصلي في الضحى، كام إشري زي البرك أجع في وجهي، ما حدا عبر علي، مش تجي شي عبر علي، إيش برك في وجهي. قال لي قومي ابنك الصواب قومي، طلعت أجري حافي على الحارة. أنا بابا كتير حنون، أنا اشتكت لها كتير وبكيت أنا وياه نلعب مع بعض. واستشهد 3 شبان وأصيب ما لا يقل عن 19 آخرين، 4 منهم وصفت حالتهم بأنها خطرة، وذلك خلال اقتحام قوات العدو مخيم قلنديا لاعتقال أسير محرر. في هذا المكان أزهقت أرواح بريئة، كان ذنبها الوحيد تواجدها في مكان الاقتحام بحثا عن قوت أطفالها. هذه مجزرة بشعة، يعني عمل همجي كان مقصود فيه بس مش الاعتقال، الاعتقال والإذلال والقتل لأهل هذا المخيم. عن عمر يناهز 19 عاما رحل جهاد أصلان، أمه ثكلى كانت تبحث له عن شريكة العمر، لكنه خطف من الحياة قبل أن يتحقق حلمها. انتقل 3 مرات، والصوب مرة عمره 14 سنة، بلاتين في إجري التنتين، ما كانش يقدر يعني يشتغل، كان يما يبدأ يشتغل يشتغل يومين ثلاثة ويقعد جنبه ما يقدرش يشتغل. أكثر من 25,000 فلسطيني يعيشون داخل المخيم، ذاقوا عذابات وآلام لا تعد ولا تحصى، كغيرهم من أبناء الوطن الواحد المشردين في بقاع الأرض المختلفة. المناطق الفلسطينية التي تديرها السلطة تستبيحها قوات العدو الصهيوني، تقتحمها وقت ما تشاء وتقتل وتدمر ما تشاء. كل هذا على مرأى ومسمع مفاوض فلسطيني مصر على مفاوضة العدو، يبدو أنه من عالم آخر. من داخل مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد.